اخاف على نفسي ما دار شايف وش الرجاله دي لوحدي. تخافي على نفسك من ايه يا زحليفه انت؟ خاف على نفسي من الفتنه يا خنفسه انت. على اساس ايه؟ على اساس ان انا انثى متفجره الانوثه. في مستندات بالكلام ده؟ يا ربي وانا همشي بالشهادات معايا ومع ذلك البطاقه اهي النوع انثى. ايه؟ انثى ولا اديدس؟ بتفرق حرفين يا. لا ده انت قليل الادب وانا مش واخده بالي. انا قليل الادب طبعا. قليل الادب لما تهزقني في بيك وتبقى قليل الادب. ايوه ايه ده؟ خلاص هتمد ايدك على واحده ست انت مش متربي. والله انت ما تربيت ولا اهلك ربوك ولا اهلك ربوك. ولادك دول يا حاجه؟ نعم. هو انتوا تخلفوا وترموا في الشارع يبهدلوا بنات الناس؟ انت بنات الناس انت؟ ما البنات افكارك انت. كلام الناس الله يطلعك بره. احترم نفسك يا حسن. بره احترم نفسك. خلاص يا خالد. ايه ده؟ امسكي يا وليه. ايه والنبي لا اله الا الله. اخلعي على مالطا عشان نشوف التاريخ. اخلعي. تاريخ ايه؟ تتلاقي في مقابر اثريه وحفريات محدش يعرف عنها حاجه. بعينك تشوف مقبره واحده بعينك. بعينك. على مر مش هرد عليك. هو دايما كده الشجره المثمره اللي زي العيال اللي في سنك يحدفوها بتشوف. انت مثمره يا نص نقل مقلوبه انت؟ مثمره غصب عنك تحب تشوف؟ اثبتي. تعالى يا واد انت تعالى. ده عيل طايش. تعالى. تعال. سمرة دي ولا مش سمرة؟ وعلى حيني فجأة. سبحان الله يا خالق الزهرة في حضن الجبل من جوه. زهرت وانا مديك صبار ده تفاح ده ما بيشوفش يا اختي. الولية دي ما بيش. ما فيش حاجة؟ الله يسهل لك يا حبيبي. أي حاجة لو سمحت. الله يسهل لك ما جيتش قبل ما أقفل ليه؟ سمر. الله يسهل لك. خلاص سمر. ايه خليك انت للمحصول الجاي. خلاص محصول ايه يا ست انت؟ لو سمحت سمرة. ما خلاص انا قفلت ما ينفعش. طب اشمعنى هو؟ انا حرة. لا مش حرة. لا حرة. الله قلت لك مش حرة. ايه ده في ايه؟ يعني سمرتي معاه تسمري معايا. يا لهوي اسمر ايه؟ ولا هي جت لحد عندي وما طرحتش مثلا؟ يا لهوي ده مسؤول الري. والله لا شغل النصب ده مش عليا. نصب؟ نصب ايه؟ هو كان دفع عربون ونصبت عليه يعني؟ نصبت عليك في ايه؟ سمره. مفيش سمره. قلت لك سمره. مفيش سمره. اقول لك ايه؟ لا خلاص اديله اديله. اديله يعني ايه؟ سمره. خلاص يا مجنون. يلا طيب حاضر. لو صبت عليك حياتك. طيب خليك يا مجنون. سمرة. طيب يا حبيبي حاضر حاضر حاضر. سمرة. طيب مش لسه هقطف؟ استنى. سمرة هو انا يا اختي شايله صندوق ماشي افرق؟ الله سمرة. طيب ما تتبخنيش وانا على الشجرة. سمرة وليا. طيب ويا ريت بلح. بلح؟ نفسي في بلح. خلاص اشوف لك في الشجره اللي جنبي. لا خلاص اقول لك خدت قوي ازرعها زي ما انت عايز. خلصيني. طيب سمرة. خالد معلش اسف. سمرة خد الشجره بحالها يا اخويا. خد الشجره بحالها. طيب حاضر. يلا يا وليه حاضر. يلا خلصينا. مش بدور على فرع طارح يا اختي. يلا حاضر. سمرة ايه ده؟ شفت نتيجة الاستعجال؟ لو سبتني انا اقيلك كنت حفرز واطلع. شفت؟ خد. لا طبعا دي خضرة. حطها في صدرك يومين تحمر. اتلمي يا ولية عيب كده عندنا شبان. ما فين الشبان دول يا؟ يعني انت اللي ست قوي؟ ست الستات غصب عني. يا سلام. اي ده انت اللي زيك ماتوا من زمان خلاص. ما انا مت مرتين بس بجدد يعني. اي ايه مالك موتورك فوت ولا ايه؟ لا يا اختي لو فوت طلعت دخان اسود وانا ماشي. ده هم شوية حشاشة في العظام وبتعالج. خد ايدي. اوعى يا متوحش انت اوعى. ده تكميلة معقد.
ايه؟ تعال يا حلو انت. انا حلو؟ ما شاء الله عليك. طالع ما حدش بيقول لك رايح فين. الكلام ده ليا؟ انا اصلا احب الطول قوي. يا اختي يا اختي عليك وعلى جمالك انت. ده انت حلوه قوي. اصل الطول بيبقى هنا. يا اختي عليك وعلى طعمتك. طعمة طعمة. بس باين انه في حالتك انت خيبه. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعرف تطير؟ يعني ايه؟ خدني وطير زي العصافير. ايه يعني اعمل ايه؟ يعني يا 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 كوكو جامبو يا 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 كوكو جامبو يا 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 يلا بينا يلا هوب يلا الله يدعمه الله يدعمه الله يدعمه الله يدعمه الله يا اسمك ايه؟ ده انت سكر. الله يسكر اهلك واحد واحد. تعال. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحلقه يا اخويا. اسف. ايه النيله دي؟ ايه التقريبه اللي مالهاش لازمه دي؟ الحمد لله. يا واعية. ايه؟ ايه؟ ندردش بقى شويه. نقول كلمتين كده. انت مالك في ايه؟ يعني نعرف ايه النظام برضه. نظام ايه؟ يعني نتعرف. يعني في ايه؟ يعني ايه؟ طب ايه انت ايه؟ يعني فنادق ولا طرب ولا ايه نظامك برضه؟ بقول لك ايه؟ كلميني انا. كلميني لو انت شكل الحانوتية. كلميني شوية عن نفسك. هقول لك ايه؟ يعني انت مخطوبة ولا متراقبة ولا ايه؟ لا انا ممكن اهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما احبش كده. احنا بندردش. ما احبش كده. طب بقول لك ايه؟ مخطوبه؟ لا. متجوزه؟ لا. امال انت ايه؟ انا مصاحبه. والله يعني ممكن تصاحبيني؟ ايه يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه. ما بتعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تويوتا ما اشتكتش. تويوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا، جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. ده في اصل وشك. الدكتور قال لي هي فتله نسا، اخدها لك بالملقاط. قلت له سيبها تاخد العين. يعني بسم الله ما شاء الله عندي ديسك ولومباجو وعرق نسا. وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصة دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانة؟ فرحانة. انا احب الروماتيزم قوي. يا سلام. اه والله. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزغزة تيك اواي. اشمعنى تيك اواي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايه في ايه؟ بقولك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس انت عنيف قوي يا قاسم. ليه؟ اه والله ده اللي بدلعك. الله يخليك. بقول لك ايه يا زوز؟ نعم. انا نفسي ازورك. اجي لك. اكلمك في التليفون. اي حاجه. ده الكارت بتاعي. اه. في اسم ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي. اجي لك. يا ريت تدي زمايلك في المدرسه. المدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على ستين. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في يا ولية. بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ قاسم. نعم. بلاش بتوع المشاة. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي. فك الكرش. قاسم. نعم. بلاش كمان بتوع الحرب الالكترونيه. مالها؟ هيشوشروا يا اخوي على سمعتي. يا سمعتي. يا عسل. يا عسل. يا عسل. ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. يا ولية انا عملت عنف. والله انت عنيف قوي. طبقت المقصات. ولذلك يا مريم من هنا ورايحه حريصه قوي في الملفات.
انت اسمك مريم؟ اي ماشي تلسامي يا مريم. انا عندي بنت شبك بس مش عايشه معي، عايشه في الحبشه. ليه بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر، دي في سجن النساء بتاع الحبشه. بصي انا دلوقتي داخله على ملف اهو. بصي ايه ده؟ ايه يا وليه الخلاعه اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعه يا عينيا. امال ده ايه؟ ده فجر. يا حسني مره واحده؟ يعني بسم الله ما شاء الله، فجر وديسكو ولومباجو وعرق نساء. وان شاء الله في واحد عشرة هيجيني التهاب المفاصل. وليه الافضل العين؟ بتبشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزه ودفع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبوه لي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم، يخلي الواحده مننا تطرقع وهي اشيكا شيكا شيكا شيكا. ممكن تطرقعي بعيد عندنا؟ يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره مفروسه مالك. هي الحلاوه دي بايديا؟ دي بتاعت ربنا يا عينيا. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا؟ تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت، المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا 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 مع السلامه. باي 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 باي. وقف عندك يا عينيا. انت مالك؟ محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يا دي الوكيل ويسدد الدين اللي عليه ودينا فلوس. قلنا لكم مش موجود، لما يجي هنبعتها لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت لازم ما عندكش دم. لا ايه ده، عيب عليك، انت الكبير بتاعنا. عيب عيب عليك يا معقد. انت على فكره يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عني ليه يا ماما؟ هو فيه؟ هو بس ظروف وحشه. انت تعرفيه منين؟ انت مالك اعرفه منين؟ لما كلمك تبصي لي انا. الله اكبر. انت هتعدي بره في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب الوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحماية، ده ملجأنا وقت الشدة. وإذا كانت على الديون اللي عليه دي فإحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم، يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وأنا كنت اديتك وسددت ديونك. بس للأسف أنا مستعمر. خالد أنا عايز حد يتبناني عشان ما ترغيش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت قلت له الأربعة جنيهات هصرفها. حرام عليك يا راجل، حرام عليك أنت. ده الكبير. الكبير عليك أنت خالد. يعني وكيل نيابة؟ إيه الوكيل الوكيل اللي طالعين بالسمد؟ أنا مش فاهم يا أخي. طب ما أنا قدامك هو ما ينفعش كبير عيلة؟ لا ما ينفعش. رئيس يا مدام؟ لا ما ينفعش. زعيم يا أنسة؟ لا ما ينفعش. أي حاجة ما ينفعش. أضربه بالنار قدام عينيكم؟ اخرس، ما تقولش كده على الوكيل. إيه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم أخلاقي، تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا رد على واد حاقد بالطريقه دي. يعني اقتله ولا نقتلك؟ اقتل. لا شيل ايدك من عزيناك وحطها في مناخيرك يا فحل يا بعير. مريم عندها حق، وانا ساعه الجد الجد الحقيقي لازم اقف وقفه رجاله، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اجري انا هدفع جزء من ديون الوكيل. هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله وما لناش دعوه بالنسوان. وروني وقفه النسوان. ينيرك لسه هلم تاني. ادي شيك اهو همضيه لكم وتروحوا تصرفوه. تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض، ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفه كلاب. سامع خلاص يا كل العالم يا كل الناس. انا يعني هند يعني هدفع يعني هدفع يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشيك بتاع حلمي. تتلالا لا تتلالا لا تتلالا لا تتلالا لا تتلالا لا. مبسوط مني؟ فضحتي امي. وانت عشان سالفين قرشين لازم تديهم لي فرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه. ايوه بس عارفه يا بنت هند، وربنا في النهايه واقف الجدعانه منك. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه انا مش عايز اسمع. سيبيه بوك ربنا يهديه. يلا 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 انتوا كمان خدوا فرصتكم. مع السلامه بقى. انتوا عنواننا لو سمحتوا. جاتكم نيله فاضي يا اسطى؟ تحت الرابع. ماشي وكيل. ماشي وكيل. او كده يا وكيل اضحك ولا يهمك. تعال افرجك بقى انا اشتريت ايه. لسه بتصرف فلوسك على الخرده؟ لا هتعجبك قوي. بص لا النحيه دي النحيه دي لو جدع بقى تقول دي ايه؟ دي فرشه سنان. لا ايه دي؟ دي كاميرا بتصور دي. صورنا كلنا مع بعض. يلا كام دي؟ دي بنص مليون جنيه بقى. يا لهوي في ايه؟ رجله مكسوره تعبان. لا انزل نروح نازلين على طول. ويا ريت بننزل على حاجات ليها قيمه
كلها مشاكل تافهة وعبيطة وكلها من الحريم ما شاء الله كلها. واحدة تروح تقول له يا عم الشيخ قول للعفريت بتاعك خطيبي مش طايقاه، شايفاه قرد قدامي، هو شكله أم وحش أصلا قرد. وكل أصحابك قالوا لك ده معفن خدتيه ليه؟ واحنا مالنا؟ واحدة تقول له يا مولانا قول للعفريت بتاعك شقتي بيحصل فيها حاجات غريبة، البياض بيقع لوحده وأنا نقاشة وليا نازلك بياض إيه؟ وواحدة تقول له يا عم الشيخ كل يوم اصحى الصبح الاقي وشي مبلول مش عارفة من ايه، اروح اقعد جنبها اشوف ايه اللي بيبل وشها، اتاري جوزها طول الليل يتفرج على الدش يقول يا سلام هي دي النسوان مش انت تفوق علي. يا اهل المكان يابا رميتوني فين يا ناس؟ انا حضر ابويا روحنا يابا هو يابا هو هنا هو هنا هو عايز ايه والنبي سامحه اروحه لا او ما تبقاش رخموه قلت لك لا او طب ورحمه عمته اختكو لا او ربنا ياخد سته وجده من بقك لباب السماء يا اهل المكان من انس اوجان خدوا الامان يا ستار ايه اللي طلع من الكاميرا ده يكونش فيلم قديم محروق يا جدعان مفيش حد هنا يا نهار اسود هم لسه بيعبدوا الاصنام لحد النهارده ايه ده لا دي نسوان الله نسوان الارض ايه ده ما نسوان الارض نشفت ليه كده قال يقول لك الارض مليانه مزز مزز ايه وكست ايه يا حول الله يا رب دي نسوان الارض نشفت يا اختي يا خرابي في مصر حياة ابوك اللهم لك الحمد نزلت بلد الامن والامان ما تتصورش يا وكيل كلنا العفاريت فوق بنحلم ننزل مصر دي امل امل ليا ثلاثه قرايب نزلوا الصومال طالع عين اللي خلفوه لا اكل ولا شرب مرمطه وبيجيبوهم في الاخبار عريانين بلبوصه يا عيني والله وابن عمتي راح السودان بقاله سنه دماغه محشوره في الخرطوم مش عارفين يجيبه تاه في الخرطوم طب حد ينفخ من الناحيه الثانيه واحد غبي نفخ جامد اتنطر على الحبشه راح الواد والنبي انا في مصر والله مصر يا سيدي وربنا فين الاهرامات الاهرامات اهي فين النيل اهو النيل تاكس تعال هنا هجيب لك تعال نروح اوريك النيل اوعدك طالما في مصر كل طلباتك هتتحقق الا طلبين ماليش فيهم يا عبد الله ايه هم لا الصحه ولا النسكافيه اتفقنا نسكافيه الساعه دي مش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى أيوه. والنسكافيه هتقرفني بقى هتقعد تقول لي دعكولي شويه فين المج وانا مش اهواجي انا ما بحبش النسكافيه اوعى تهزقني ما بحبش النسكافيه انا ابن ناس فوق وانا ابن كلب تحت اتفقنا تعالى بقى اجيب لك ايه اجيب لك فرنسا تلعب فيها شويه ما بعرفش اتكلم فرنسي تعالى اوديك الصومال عاوز تطلعني بلبوصه في الاخبار يا وكيل انا عايز اوريك قدراتي واطير بيك انت ايه اللي دخلك الكاميرا ابويا غضب عليا ورماني سنين وايام وانت اللي طلعتني عشان كده انا لازم ابقى خدامك انت لطيف قوي يا الله يفتح عليك اسمك ايه عفروتو
عاشت لسامي يا عفروت. الله يخليك. وامي اسمها عفرت. عفرت؟ عفرت عفرت. ومدام عفرت عفرت انك جاي عندنا. انت هتخف دمك على امي شكلك. لا والله وربنا. هتستظرف على امي شويه.